شغال وعمال بعاني في الفوتوشوب، ان انا كل ما اجي اضغط في اي حاجه مش عايز يعمل، مش عايز يحرك لي اي حاجه. فالمشكله دي لو هي بتقابلك فكل عليك انك هتيجي هنا في قائمه سيلكت، سيلكت اهي سيلكت، وتنزل لي ايديت ان كويك ماسك مود اهي، وبعد كده تقدر تتحرك بدي كده عادي، وتقدر تمسح كده كمان، وتقدر تعمل كل حاجه بس كده. شكرا جدا ليك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. انا اسمي محمد تحسين من قناه السرشاجي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.